قلنا النجم الصاعد معاذ نبيل بطل مسلسل مسار اجباري رمضان 2024. منورنا يا معاذ، منور موقع الحكايه الاخباري. كلمنا يا معاذ عن دورك، دور زيكا في مسلسل مسار اجباري رمضان السنه دي، وقول لنا كمان جالك ازاي بعد مده الاختفاء الكبيره دي. والله والحمد لله، يعني بفضل ربنا، يعني بعد فضل ربنا طبعا، يعني عليا كان زيكا ده جالي عن طريق داش، ويعني رحت عملت اوديشن وكده وبس، وربنا كرم بقى الحمد لله تقبلت وبدأنا زيك يعني زي ما شفتوه كده. انت واحمد داش صحاب من فيلم لا مؤاخذه؟ اه. ولا قطعته شويه ورجعته شويه؟ من ساعه الفيلم. شفت صحابيه تانيه؟ انا عرفت داش ساعه الفيلم، وكان الكونتاكت وقتها بقى ان احنا عرفنا بعض يعني في الفيلم، والحمد لله بقى من ساعتها كان في كونتاكت كده بسيط يعني بيننا وبين بعضينا. معاذ ليه بقى تصاحبك في المسلسل؟ المصلحة فلوس. هو زيكا شخص جشع وإنسان ما عندوش ضمير. أنت معترف إن هو كده، مش عارف عن شخصيته. أهم حاجة زيكا. بعيد عن شخصيته الحقيقية ولا قريبة؟ لا لا أكيد بعيد خالص. أنا عمري ما كنت كده. لا لا هشام. بعته عشان هو صفاته وحشة وجشع ومش صاحب صاحبه؟ لا زيكا صاحب صاحبه. ازاي هو باع صاحبه؟ ما هو رجع اتصل وندم والراجل يعني عمل اللي عليه يعني وكده الحمد لله. تمام. المغبى بتاعك انت واخوك هيتعرف؟ حشيشه يعرفوا؟ لا ما اعرفش يعني حاجه زي كده. انا ما اعرفش، خليها مفاجاه للناس اللي كانوا. ما تعرفش ولا مش عايز تقول لنا؟ لا فعلا ما اعرفش. لازم بكره تعرف احسن. لا فعلا خلي الناس تعرف بكره بإذن الله. هو بكرة آخر حلقة صح؟ آه بكرة. تمام. أيوه بكرة 15. بكرة بإذن الله هتنبسطوا يعني. احكي لنا الستوري بتاعت فيلم لا مؤاخذة، وبدأت إزاي، والموضوع أصلاً جالك إزاي، ولا هو صدفة ولا مش صدفة؟ والله هو الستوري بتاعت لا مؤاخذة هو كان كل شيء صدفة. أنا يعني أنا ما كنتش بس عبد وقتها، يعني أنا كنت بتمرن سباحة وقتها، كان في موقف كده حصل بيني وبين والدتي، وكان شقاوة يعني كده على اكل وكده يعني، وكنت مستني اكل. فالمهم اللي شاف الموقف ده صاحب مكتب كاستنج، ووقتها كلم والدي على ان انا يعني عايز اطفال وكده الفيلم. فبس فرحت عملت كاستنج بعديها. كان طبعا بقى مناوشات في البيت، يروح ما يروحش مش عارف ايه، وطبعا كانوا خايفين بسبب الدراسه وبس. ورحت يعني التمثيل ده ما كانش في بالك؟ لا يعني انا دخلت صدفه خالص، ما كنتش اعرف يعني بقى وقتها لما كانت الكاستنج، ما كنتش اعرف بنسعى للحته دي ازاي، ما كنتش بمثل مسرح، ما كنتش بمثل اي حاجه يعني. انا اول حاجه بس لو كده كنت موهوب جدا والناس حبيتك قوي. علشان استاذ عمرو سلامه دي شطاره يعني، هو استاذ عمرو سلامه الحقيقه كان بيتعامل معانا اللي هو خليك على تلقائيتك، عفوي جدا، ما تعملش حاجه انت متصنعها، انت بس الكلام ده مجرد كلام بتحفظه. هل هو الكلام ده انت مش عارف تقوله او مش عايز تقوله، وفي كلام بديل ليه اقرب للفئه دي في وقتها يعني، فعلا غير اللي هو طفل والكلام بتاعهم مختلف شويه. فاقول يعني مثلا اعتقد ان كان دايما في حاجات كتير كده ارتجاليه قوي في عن السكريبت، يعني السكريبت ما كانش كده خالص. لا ارتجالي منك انت ولا؟ هو استاذ عمرو سلامه برده كان بيقعد بقى يشوف معانا الافيهات الرهيبه اللي لسه لحد دلوقتي. لا الافيه بتاع الموزه ده كان ده رزق، ده مش مقصود. انا شكو بقول لامك دي ما بعرفش اقول النون واللام ورا بعض، هي المفروض شكو، هي جت كده شكو بقول لامك. كنا بنعيد كتير، فالموضوع كان يعني عايزين بقى نخلص المشهد، فقال لي شوف اقولها ازاي، قلت لها كده، فهي جت كده يعني. طب اخر سؤال قبل ما ننهي معاك، فترة غيابك كانت عاملة ازاي في الفترة اللي بين فيلم لا مؤاخذة وفيلم مسلسل مسار اجباري؟ تقدر تلخصها مسار اجباري، تقدر تلخصها الفترة دي ازاي؟ والله او تقدر تكلمنا عنها ازاي؟ كانت فترة طبيعية جدا زي أي حد يعني بيختفي، هي كانت بس بسبب إن شكلي اتغير قدام وكده، هي كانت فترة كويسة يعني الحمد لله، ما كانتش وحشة ولا أي حاجة. الفترة دي بالنسبة لي يعني كانت بحسها اختبار أكتر من عند ربنا، إن شايف إن أنا اتعلمت فيها حاجات كتير، اشتغلت شغل أصلا بره، خلاص مجال التمثيل. فحتى يعني الحاجه الوحيده اللي حصلت حلوه فيها ليها علاقه عندي بالتمثيل، ان انا كنت خدت ورشه تمثيل من سنتين مع اكتنج كوتش اسمه عمرو جمال في مكتب تركواز احمد تنام. فحتى الورشه دي شايف ان هي فرقت طبعا معايا كتير، حسيت وقتها ان انا لا انا عندي حاجات عايز اعملها، انا عايز اعمل حاجه في المجال ده انا بحبه، انا حبيته لما دخلته.
وما حبيتوش بسبب مثلا ان انا شايف نفسي يعني حاجه كبيره قوي، لا انا شايف ان انا الناس دايما بتكلمني عن الادوار اللي بعملها حلو، والناس بتقابلاني، الناس بتتكلم عني كويس، فكان عندك الحافز اللي هو انت لا انت عايز تعمل حاجه فعلا، عايز تقدم حاجه، عايز تعمل حاجه الناس تتكلم عنها. عموما التمثيل بيبقى حاجه جوانا كلنا، بس كل واحد بس هو على حسب ان هو ازاي يطلعها او يظبطها بمعنى اصح. فهي الفكره بس انت تعرف ايه اللي جواك وتقدر تعبر كويس يعني عن اللي جواك بشكل مقبول والناس تقبله، هي دي النقطه. اوصف لنا احساسك اول ما عرفت ان مسلسل مسار اجباري اختارك او بص، هو انا لما عملت الاوديشن انا كان استاذه نادين يعني بعتت للمكتب المسؤول عن الاوديشن وكده فكلموني، فانا لما عرفت رحت عملت الاوديشن. انا لما دخلت الاوديشن ده كنت حاطط في بالي هو يا ده يعني انا يعمل ده، لا مفيش حاجه ثانيه، مش هيجي لي حاجه ثانيه بعد الموضوع ده، يعني هو الموضوع ده اخر امل بالنسبه لي ان انا اظهر تاني للناس، ما كانش في بالي غير كده. لما عملت الاوديشن قعدت بعديها بالظبط 10 ايام كانوا ردوا عليا. انا 10 ايام دول كنت بروح شغلي عادي وتمام ومفيش حاجه، بس حاسس ان انا زي طالب ثانويه عامه او مستني نتيجه امتحاناتي بفارغ الصبر، انا مستني بقى الرد ده بكل زي ما كنت بقول يعني من كام يوم كده، لو عارف في صفحات اللي بتنزل مش عارف مين انضم للتويت، بس انا بشوف الناس دي وهموت، انا هتجنن، انا ايه انا مستني. يعني الحمد لله كانت كرامه ربنا كبير قوي قوي يعني، الحمد لله يعني ربنا كرمني فوق ما انا كنت اتخيل يعني الحمد لله. كنت متوقع النجاح اللي حققه مسلسل مسار اجباري بامانه؟ لا بقى يعني انا ما كنتش متوقع نجاح، يعني النجاح انا ما كنتش عارف حاجه المسلسل عموما، كنت يعني لو على المسلسل ككل انا قصدك فاكر اللي بتقول عليه، لو عليا انا ما كنتش حاسس حاجه من ناحيتي خالص، كنت سايبها خالص لحد قبل يعني اخر وقفه رمضان، انا لحد وقفه رمضان بقول لاصحابي انا خايف قوي، بس المسلسل انا كنت متفائل عشان طبعا البطوله الشبابيه واول مره يعني يعتمدوا على البطوله الشبابيه في رمضان، فالموضوع كان بالنسبه لي شايف ان الفكره تبقى مختلفه، فكنت متفائل خير علشان الفكره ككل، لكن انا كزيكا كنتش عارف انا الناس هتقول عني ايه او الناس هتبقى متقبله الشخص ده، طب لما كبر بقى رخم، طب مش مقبول، طب هو يعني خصوصا ان الحته دي على طول الجمهور غالبا مش بيتقبلها، الطفل لما بيبقى صغير ويرجع يكبر تبقى صعبه قوي، قليل جدا اللي بيرجعوا يتقبلوا بالظبط، يعني حاجه صعبه جدا. انا الموضوع كان بالنسبه لي حتى فنيا الناس هتشوفني، طب هو لسه عنده ولا لا؟ طب هو اوفر ولا لا؟ طب هو الولد ده بيعرف يمثل ولا لا؟ فكل ده كان شاغل بالي بطريقه غبيه قوي، فانا يعني لا الحمد لله طبعا ربنا كرمني جدا يعني الحمد لله، اللي انا فيه ده كرم كبير قوي من عند ربنا الحمد لله. بس كنت عارف انه هيحصل ضجه تاني والناس هترجع تفتكرك تاني انت واحمد داش بعد ما اتكرر العمل وشاركتوا مع بعض تاني بعد كذا سنه وانتوا شباب، كنت عارف ان هيحصل ضجه تاني يعني دي كنت متاكد ان حاجه زي كده يعني، كنت حتى بقول يعني اللي هو ايه يعني حتى انا ما بيني وما بين نفسي بقول يعني طب هو مش جايه تمثيل قوي يعني، الناس يا رب تتكلم عنك ان انت بقى بقيت كبير والناس يعني ان ده اللي حصل معايا السنه اللي فاتت يعني، انا حتى اللي رجع بيني وبين داش الترند بتاع حسين الشحات ده فهو حتى الناس لما كنت بشوف الكومنتس بتاعتها لا الناس عايزه تشوفها، فاه كنت عارف ان شويه هيحصل ضجه على الحته دي يعني، والله لحد دلوقتي حاصل ضجه. تحب توصل لو توجه حاجه لاحمد داش تحب تقول له ايه؟ حبيبي يا نجم النجوم قوي حبيبي. اخر سؤال بقى، مسلسل السنه دي حبيبه اللي قتلت سناء؟ حبيبه اللي قتلت سناء؟ حبيبه اللي قتلت سناء؟ مش حبيبه دي اللي ماتت؟ سناء اللي قتلت حبيبه، سناء هي اللي قتلت حبيبه؟ سامعني الاسئله برضه بتوع انا سناء اللي قتلت حبيبه، مش معنى ان انا قلت لك مش متابع، مش متابع، لا والله كده كده فنانه كده كده اخر حلقه بتتعرض النهارده، لا بكره بكره خلي كل اي حاجه بقى ليها علاقه الناس تشوفها خلاص، مش حابين نحرق الناس بتقول حاجه ولا الناس كلها مبسوطه بيك جدا على فكره، والناس بتقول لك مسلسل جميل وناس بتشكر فيك جدا حبيبي، ربنا يخليكم والله. احنا مش هنحرق باقي الحلقه وانا لهم استنوا الحلقه كامله، انا هحرق الناس دي بس حلقتنا بقى الحلقه بتاعتنا بقى اللي هنعملها قول لهم بقى استنوا الحلقه كلها، استنوا الحلقه بتاعتي على موقع الحكايه باذن الله. شكرا يا معاذ، عفوا.